بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح. فنبينا صلى الله عليه وسلم كإخوانه من النبيين جاءوا بهذين الأمرين: بالعلم النافع، بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، وبالعمل الصالح الموافق للعلم النافع تمشي عليه. فلا يقبل عمل بدون علم، ولا ينفع علم بدون عمل، بل لا بد من الأمر. وقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الناس جميعا، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وكان الناس قبل بعثته في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، قد اندرست آثار الرسالات السابقة، لأن آخر الأنبياء السابقين هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم 600 سنة وتزيد، تسمى بالفترة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. كان الناس ضائعين تائهين، العرب والعجم وأهل الكتاب والأميون كلهم في جهالة وجاهلية، وكانوا من جميع النواحي ضائعين تائهين، لا من ناحية العقيدة ولا من ناحية العبادة ولا من ناحية المعاملات والمكاسب ولا من ناحية الأخلاق والسلوك، وكانوا ليس لهم قيادة، بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها، وكانوا متناحرين بينهم غارات وثارات ونهب وسلب وخوف شديد. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وصبر، ما مضت سنوات إلا وقد التأم شمل الأمة المحمدية على الحق، وخرجوا من جاهليتهم إلى نور العلم ونور الهدى، وصاروا أمة عظيمة مهابة لبركة دعوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فتحولت الأمة الإسلامية بعربها وعجمها وجنها وإنسها من أمة جاهلية إلى أمة العلم والنور والهداية والمحبة فيما بينهم، حتى كانوا كالبنيان المرصوص شد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فبعد أن كانوا مستضعفين في الأرض كانوا هم الأقوياء وهم السادة والقادة على العالم، وهذا كله ثمرة لاستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل ما عاد المسلمون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى علمائهم واسترشدوا بعلمهم وإرشاداتهم عادت لهم العزة والكرامة، وكلما تفرقوا واختلفوا عاد لهم الضياع والتفكك. ولهذا قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولما طلبوا منه الوصية في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فلا نجاة من هذا الاختلاف، ولا نجاة من النار إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بما عليه الفرقة الناجية التي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.
كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من ظهور الفرق والاختلافات، ولكنه أخبر أن هذه الفرق لا يسلم منها من النار والعذاب إلا من تمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتاب والسنة. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالنزاع والخلاف يقع والتفرق يقع، ولكن يجب عند ذلك أن نرجع جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وما وافق الكتاب والسنة فهو الصواب وهو الحق، فنأخذ به من أقوالنا واختلافاتنا وآرائنا، نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شهد له الكتاب والسنة بالإصابة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة رددناه، وإن كان قد يصدر عمن يريد الاجتهاد ويريد الحق لكنه لم يوفق للصواب فنحن نتركه ولا نأخذ إلا بالصواب. فلا نأخذ أقوال أهل العلم قضية مسلمة، وإنما نأخذ منها ما وافق الكتاب والسنة لأنه هو الصواب، وما خالفه فهو خطأ فنتركه. هذا ما أمرنا الله جل وعلا به عند الاختلاف. وأهم شيء ورأس الأمر هو العقيدة، فعلينا أن نتمسك بالعقيدة الصحيحة الصافية المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وهي عقيدة التوحيد التي تعني الإخلاص لله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فنأخذ بالعقيدة الصحيحة من الإيمان بالله ورسوله والإيمان بكتب الله والملائكة والكتاب والنبيين والإيمان بالقدر خيره وشره، نأخذ الإسلام كله وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام وما يتبع ذلك من الخصال الحميدة والطاعات، فإنها مكملة للإسلام والإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله ولا تتركوا منه شيئا وأنتم تقدرون، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، هناك شياطين من شياطين الإنس والجن يريدون أن يضلون عن صراط الله المستقيم، يريدون أن نترك الكتاب والسنة وأن نأخذ بالمناهج البشرية والأنظمة البشرية حتى نعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فنهلك. هذا ما يريدونه لنا ويخططونه ليلا ونهارا، فعلينا أن نتبصر لهذا الأمر وأن نجعل إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقتدي بأحد سواه
إلا من اتبعه وسار على نهجه، ومن خالفه فإننا نرفضه كائنا من كان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. وأما منهجنا فهو الكتاب والسنة، وأما جماعتنا فهم الفرقة الناجية التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن توفرت فيه هذه الصفات فهو أخونا وحبيبنا، ونحن وإياه جسد واحد وأمة واحدة. وأما من خالف هذا المنهج النبوي وحاد عنه يمنة أو يسرى فإننا لا نلتفت إليه. والإمام مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. وما هو الذي أصلح أوله؟ أليس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك لا يصلح آخرها إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج السليم والصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا في كل صلاة، بل في كل ركعة أنقول اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا إلى الطريق الصحيح الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم أي المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم بينهم الله بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به من اليهود وغيرهم. وكل من عرف الحق ولم يعمل به رغبة عنه فإنه مغضوب عليه، لأنه عصى الله على علم وعصى الله على بصيرة واتخذ إلهه هواه، فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولا الضالين أي غير طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل، أخذوا العمل وتركوا العلم. والذين قبلهم أخذوا العلم وتركوا العمل، والذين قبلهم أخذوا العلم والعمل. هذا الفرق بين الطوائف الثلاث. فالأولون منعم عليهم، والثانون مغضوب عليهم، والثالثون ضالون والعياذ بالله. هذا علمنا الله هذا الدعاء في آخر سورة الفاتحة، نردده بآخر كل ركعة، فعلينا أن نتأمل وأن نعمل به، ولا يكون مجرد قراءة من غير فهم ومن غير تدبر. لماذا الله فرض علينا هذا الدعاء في كل ركعة من صلاتنا، فريضة أو نافلة؟ لماذا؟ لأننا بحاجة إليه، لأن الضلال في آخر الزمان والمضلون يكثرون، فنحن نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم. فالله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، هناك جماعات، هناك أحزاب، هناك أشخاص، هناك أفراد يريدون أن يضلون عن الصراط المستقيم ويزينون لنا
الطرق الأخرى البديلة ليهلكونا، فنحن بحاجة إلى أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق هؤلاء. وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا منهم، فقال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فمن دعا إلى الحق ودعا إلى المنهج السليم ودعا إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح فإنه هو الذي على الصراط المستقيم، ومن دعا إلى غير ذلك فإنه إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرق الـ73، قال: كلها في النار إلا واحدة، 72 في النار، والناجية هي واحدة، وهي من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيجب أن نتنبه لهذا الأمر، وهذه الفرقة الناجية هي على عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تعبد ربها على بصيرة، تترك البدع والخرافات والمحدثات، وتعبد الله على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها من الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيها بدعة ولا خرافة، هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريقه الواضح البين الذي لا يزيغ عنه إلا هالك، نسأل الله العافية. وهذا لا يحصل عفوا، معرفة منهج الرسول ومنهج أصحابه لا يحصل إلا بالتعلم، فعلينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة والسيرة النبوية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرة الخلفاء الراشدين، وسيرة أئمة الإسلام والدعاة إلى الله والمجددين لهذا الدين، أن نعرف هذا كله وندرسه حتى نعرفه على بصيرة. أما الانتساب من غير تحقيق فإنه لا ينفع، ولهذا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال بإحسان، لأنه ليس كل من ادعى أنه على منهج السلف يكون كذلك حتى يكون محسنا له، بمعنى أنه عارفا به وعاملا به. أما مجرد الدعوة من غير معرفة ومن غير دليل ومنما هو مجرد انتساب، فهذا لا ينفع صاحبه شيئا. وأما الذي يزهد في اتباع السلف ويقول: الناس تغيروا والوقت تغير، نقول: نعم تتغير الأمور، لكن الدين لا يتغير، والقرآن لا يتغير، والسنة لا تتغير أبدا إلى أن تقوم الساعة. فالحمد لله، الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن لا يتغير، والسنة لا تتغير، والحق لا يتغير ولا يتبدل، وإن تغير الناس وإن تغير الزمان. وبهذا تظهر كلمة الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فمن زعم أن الأمة تصلح بغير منهج السلف الصالح فإنه إما كذاب وإما جاهل. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، لا سيما يا عباد الله، وأننا في وقت تلاطمت فيه أمواج الفتن في الجو والفضاء وفي الأرض وفي كل مجال، الفتن تروج الآن، فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله
وأن نحذر من هذه الفتن المتلاطمة التي تروج وتدخل على الناس في بيوتهم بواسطة الفضائيات، بواسطة الإنترنت، بواسطة الوسائل الدقيقة الحديثة التي يضلون بها الناس، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من ذلك. ألم تعلموا أنهم جعلوا قنوات للسحر، تعلم السحر؟ ألم تعلموا أنهم جعلوا قنوات للإباحية وفساد الأخلاق؟ ألم تعلموا أنهم جعلوا قنوات للخرافات والشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ ألم تعلموا أنهم جعلوا قنوات لسب الدين وسب المتمسكين بهذا الدين وتلقيبهم بالألقاب المنفرة؟ هذه فتن يا عباد الله، فعلينا أن نحذر منها وأن نحذر منها وأن نحمي أنفسنا وبيوتنا وأولادنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمسلم لا يطمئن في هذا الوقت، وإنما يكون حذرا غاية الحذر على نفسه وعلى أولاده وأهل بيته وعلى إخوانه المسلمين، ويكون أحوج ما يكون إلى معرفة الحق، إلى معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال. وهذا لا يحصل إلا بالتعلم الصحيح وسلوك منهج العلم الصحيح. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وأسأل الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. والآن جاء دور الأسئلة. سائل يقول: يا شيخ أحبك بالله، كيف تكون زيارة القبور وزيارة الميت من الأقارب والدعاء له؟ زيارة القبور على قسمين: قسم الأول زيارة سنية على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخر، وذلك بأن يزورها الرجال خاصة، وأما النساء فلا يجوز لها أن تزور القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسر. الزيارة خاصة للرجال، وتكون لغرضين: الغرض الأول الاعتبار، تذكر بالآخرة، والغرض الثاني الدعوة والدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة، لأنهم بحاجة إلى الدعاء لهم، لأنهم انقطعت أعمالهم وارتهنوا في قبورهم، فهم بحاجة إلى إخوانهم يدعون لهم ويستغفرون لهم، وهذا ينفعهم بإذن الله. هذه هي الزيارة الشرعية، ولا تكون بسفر أيضا، إنما كل يزور القبور القريبة منه في بلده، ولا يسافر من أجل زيارة قبر، لا قبر نبي ولا ولي ولا قريب ولا أحد، إنما يزور مقابر البلد الذي هو فيه أو الذي وصل إليه من بعيد فيزوره. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة المحرمة والبدعية فهي الزيارة التي يقصد بها التبرك بالأموات ودعاء الأموات والاستغاثة بهم
طلب الحوائج منهم، هذه استغاثة، هذه زيارة، هذه زيارة بدعية شركية لا تجوز، قد حرمها الله ورسوله. فإذا كان يزور القبور لأجل التبرك بها والاستغاثة بأصحابها وطلب الحوائج منهم فهذه زيارة بدعية شركية والعياذ بالله، فعلينا أن نعلم هذا الأمر، فلا ننكر زيارة القبور مطلقة ولا نجيزها مطلقة، لا بد من هذا التفصيل على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم الكتابة ورش البوية على القبور من أجل أن يعرفها الزائر إذا زار قريب الميت؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور وعن تجصيصها وتبخيرها والبناء عليها، لأن هذه الأمور تسبب الغلو بها ودعائها من دون الله، فتبقى القبور على حالها كما دفنت، لا يكتب عليها ولا تجصص ولا ترش بالبوية، لأن البوية مثل التجصيص، لا يجوز تلوين لها حتى تتميز عن غيرها، فيظن الجهال أن هذا قبر ولي أو أنه ينفع لمن زاره، يقولون أنه ما عمل فيه هذه العلامات إلا لأنه له شأن، فلا لا مانع من أن يجعل الزائر علامة على قبر أخيه أو قريبه لا يعرفها إلا هو، كالحجر مثلا، قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره عليه الصلاة والسلام، لأن الحجر هذا لا يعرفه إلا من وضعه ولا يدري ما الغرض منه. أما الكتابة هي تلفت النظر، وكذلك الجص أو البوية أو غير ذلك لا يلفت النظر، ويظن الجاهل أنه ما عمل بهذا العمل إلا لتميزه على غيره، وهذا من وسائل الشرك. نعم. سائل آخر يقول: ما رأيكم في من يقول إنني لم أبايع الحاكم ولذلك لا تلزمني الطاعة له؟ إذا كان ليس من المسلمين فنعم، أما إذا كان من المسلمين فإنه تلزمه طاعة ولي أمر المسلمين، وليس من شرط البيعة أن كل واحد يبايع، إذا بايع أهل الحل والعقد وأهل العلم فالباقون يتبعونهم، لأنهم يد واحدة، المسلمون يد واحدة، وما عهد أن الناس كلهم يبايعون الخليفة، إنما يبايعه العلماء وذو الشأن والقادة وأهل الحل والعقد، ويكفون عن بقية المسلمين، المسلمون جسد واحد ويد واحد، ما عهد أنه لازم كل واحد يبايع، يكفي أن يبايعه أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء. نعم. سائل آخر يقول: نأمل شرح قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور، وإن حصل عندهم مخالفات في دينهم أو في دنياهم، مخالفات لا تصل إلى حد الكفر ونواقض الإسلام، فما دامت دون الكفر فإنها لا تخلع طاعتهم، بل تجب طاعتهم والصبر عليهم، وإن جاروا وإن ظلموا لما في ذلك من المصلحة وجمع الكلمة وحقن الدماء. أما الذين يزعمون أنه إذا عصى ولي الأمر أو خالف دون مخالفة دون الكفر أنه يخرج عليه، هذا مذهب الخوارج وهذا مذهب المعتزلة أهل الضلال، هذا مخالف لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ذكر شيئا مما يحدث بعده من مخالفات في ولاة الأمور من ناحية الدين أو الدنيا قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، وفي ذلك اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي حديث آخر: ما لم تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا عندكم فيه من الله سلطان، أي حجة ظاهرة،
يجب السمع والطاعة لولي الأمر، وإن لم يكن بالمستوى الكامل يكون عنده نقص، يكون عنده مخالفات، لكن ما عنده من المخالفات نقصه عليه هو وضرره عليه هو. أما الخروج عليه وشق عصا الطاعة فهذا ضرره على المسلمين من سفك الدماء وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء، هذا أصل عظيم يجب معرفته، لأن بعض الجهال أو بعض أهل الضلال يروجون هذه الأمور لأجل أن يفككوا اجتماع المسلمين ويشقوا عصا الطاعة، فيجب الحذر من هذا. نعم. سائل آخر يقول: يعلق بعض أصحاب الشاحنات والسيارات وفي بعض البيوت خراق وسلاسل يزعمون أنها تدفع الضر وتجلب النفع، وربما علقوا جلد ذئب. هذا كله من التمائم المحرمة، فلا يجوز تعليق هذه الأشياء لدفع العين أو لدفع الشر أو لدفع الجن، هذه تمائم محرمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لدفع العين أو لدفع الجن أو ما أشبه ذلك. ومعلوم أن بعض القادمين إلى هذه البلاد من السائقين يعلقون على الشاحنات شيئا من هذه الأمور، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء وأرسلت إلى وزارة الداخلية لأجل قطع هذه المعلقات، وأرسلت أيضا إلى مراكز الهيئات من أجل تتبع هذه المعلقات وقطعها من السيارات والتحذير منها. نعم. سائل آخر يقول: انتشر عند كثير من الناس التفاخر بالأنساب وما كان عليه الأجداد وذكر معايب القبائل الأخرى والطعن فيها. هذا من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، وهي التفاخر بالآباء والأجداد. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلين: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. هذه من أمور الجاهلية التي يجب تركها والابتعاد عنها، لأن ما ينسب إلى الجاهلية كله حرام، كله منهي عنه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سماه فسوقا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، سماهم ظالمين. الذين يشتغلون بهذه الأمور تنقصون أنساب الناس ويمدحون أنسابهم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمقصود من معرفة الأنساب صلة الأرحام والتعارف، وليس المقصود بذلك الافتخار بها. يتعارفوا أن يعرف بعضكم بعضا، يعرف أرحامه وقبيلة فيصلها ويحسن إليها، هذا هو المقصود. ليس المقصود التفاخر بها والتكبر بالأنساب واحتقار الآخرين والطعن في أنسابهم. نعم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، انتشر الآن ما يسمى بالمزاين، مزاين الإبل، ويكون فيه تفاخر وإسراف، فما حكم مشاركة في ذلك؟ لا تجوز المشاركة في ذلك لما فيه من المنكرات من بذل الأموال الطويلة بغير فائدة، والله جل وعلا قال: ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يجوز أخذ العوض على المسابقات لأنه من القمار إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبق إلا في ثلاثة، في نصل أو خف أو هافر، والمراد بذلك المسابقة على الخيل أو على الإبل أو على الرماية أو على الرماية لأجل التدرب على الجهاد في سبيل الله، وما عدا ذلك لا يجوز أخذ الجوائز عليه من المسابقات لأنه أكل للمال بالباطل وهو داخل في الميسر والقمار. نعم. سائل يقول بعض الناس يبخرون بيوتهم بما يسمى الجاوني ويقولون أنه يطرد الشيطان وحماية من السحر والعين، وكذلك يرشون الماء مع الملح، فما حكم ذلك؟ هذا كله باطل ولا يجوز، هذا اعتقاد سيء. أما تبخير البيت أو تقييد البيت لأجل تحسين رائحته لا بأس، أما إذا كان فيه اعتقاد أنه يطرد الجن أو أنه يمنع الحسد والعين هذا اعتقاد باطل ولا يجوز. يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله، والذي يريد أن يطرد الشياطين عن بيته ينوره بذكر الله عز وجل بصلاة الليل، تلاوة القرآن لا سيما سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يطيقها البقلة. الذي يريد أن يحمي بيته يحميه بذكر الله وبتلاوة القرآن وبصلاة الليل وبالعبادة حتى يكون بيتا مستنيرا ويكون أهله أهل صلاح وأهل تقى. نعم. سائل آخر يقول لقد ظهرت وانتشرت ظاهرة الإعجاب وهي عشق النساء للنساء والرجال للرجال، فما هي نصيحتك؟ هذا خطر عظيم، وهذا نتيجة لتبرج وتزين النساء وتزين الغلمان، هذا كله يفضي إلى الفساد، فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يحذروا من هذه الأمور رجالا ونساء كبارا وصغارا. نعم. سائر يقول هل من السنة ترتيل الدعاء وإطالته، وما هي السنة بذلك؟ الذي يرتل هو القرآن، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أما الدعاء فلا يرتل وإنما يدعو ربه عز وجل بصوت عادي، يدعو ربه بصوت عادي، صوت مرتفع أو صوت سري بينه وبين الله، وكل ما خفي الدعاء فهو أفضل، كل ما خفي الدعاء بين العبد وبين ربه فهو أفضل، إلا إذا كان إماما يقنت في الوتر ويسمع من خلفه إنه يجهر به، أما إذا كان منفردا فلا يرفع صوته بالدعاء، يسره بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الإطالة فالإمام لا يطيل على المأمومين، لا حتى تلاوة القرآن لا يطيل فيشق على الناس والضعفاء، قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فالإمام يراعي أحوال المأمومين، هذا في قراءة القرآن، فكيف بقراءة الدعاء؟ يختصر الدعاء ولا يشق على المأمومين. قد ظهرت ظاهرة الآن في رمضان بعض الأئمة يسرع في التراويح، يسرع في التراويح سرعة مذهلة بحيث يفرغ منها في ربع ساعة أو عشر دقائق، وأما القنوت فيجعله نصف ساعة أو ساعة أو قريب من الساعة، هذا خلاف السنة. نعم. سائل آخر يقول ما حكم وضع أذكار الصلاة البعدية أمام المصلين في المسجد من أجل أن يذكرها بعد الصلاة؟ نعم. يقول ما حكم وضع أذكار الصلاة البعدية تعليقها في لوحة في المسجد تجاه القبلة؟ يا إخواني المساجد لا يكتب فيها كتابات لا على الجدران ولا التعليق، تكون المساجد ما فيها كتابات لأن هذا يشغل المصلين وينظرون إليه وهم في الصلاة،
والمساجد تكون خالية مما يشغل المصلين أو من الزخرفة أو من الزينات، لأنها بيوت عبادة وبيوت خشوع وذكر لله سبحانه، ليست بيوت مفاخرة ومظاهر. فتصان المساجد عن هذه الأمور، كتابات معلقة أو كتابات على الجدران، لأنها تشغل المصلين ولأن فيها زخرفة وديكور وزينة، هذا لا يليق بالمساجد وببيوت الله، لأنها للعباد ما جعلت للزينة والمباهات. ومن أراد أن يعلم الناس الأذكار فإنه يعلمهم بقوله، لأن يقرأ عليهم كتاب بكتاب موثوق، يعلمهم الذكر بعد الصلاة، يعلمهم التسبيح والتكبير والتهليل 33، ختام 100 لا إله إلا الله، يعلمهم ذلك ويرشدهم إليه ويشرحه لهم ويحثهم عليه. نعم. سائل آخر يقول: هل يحق لي إذا عرفت رجلا يدعي الدعوة والإصلاح ولكنه يكتب ويقول ما ينافي ذلك، مثل الطعن في ولاة الأمور والحث على الخروج عليهم والقدح في أية كبار العلماء، فهل يحق لي بعد ذلك أن أحذر منه أو أبلغ فيه ولي الأمر؟ هذا ليس داعية للإصلاح، وإنما هو داعية إلى الضلال وإلى الفتنة والتحريش، نسأل الله العافية. فعليه أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن هذه طريقة الخوارج، طريقة المعتزلة أهل الضلال، عليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل، وعليك أن تناصحه، فإذا لم يمتثل واستمر فإنك تبلغ عنه، لأن هذا من إنكار المنكر. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل الخارجي من يقول بوجوب الخروج على ولاة الأمر أم من يقول بمطلق جواز الخروج على ولاة الأمر؟ كل مذهب الخوارج الذي يعتقده يكون خارجيا، والذي يعتقده ويأمر به هذا أشد، والذي يعتقده ويأمر به ويحمل السلاح هذا أشد وأشد. الخوارج درى طبقات، منهم الخوارج القعدة الذين يعتقدون اعتقاد الخوارج لكن لا يأمرون به ولا يحملون السلاح، وإنما يعتقدونه ويرون صحيح، هؤلاء خوارج قعدة. أما الذين يحملون السلاح أو يدعون الناس إلى هذا، هؤلاء أشد من الخوارج القعدة. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله، وهل هو باقي إلى قيام الساعة، وعلى من يجب ومن الذي يأمر به؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض في هذه الأمة حتى يقاتل آخرها الدجال، لكن لا بد من شروط، إذا توفرت وجب الجهاد، وإذا لم تتوفر فإن الجهاد يؤجل إلى أن تتوفر الشروط. هذا من ناحية. الناحية الثالثة أن الجهاد من صلاحيات الإمام، إمام المسلمين، هو الذي يأمر به، وهو الذي يجهز الجيوش، وهو الذي يؤمر الأمراء، هذا من صلاحياته، ما هو من صلاحيات كل واحد. قال الله جل وعلا: ما يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني إذا أمركم الإمام استنفركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني استنفركم ولي الأمر للجهاد فانفروا معه للجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه بالجهاد كما هو في الصحيح، يستأذنه بالجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا الحديث يدل على مسألتين: المسألة الأولى أن الجهاد من صلاحيات الإمام، ولهذا جاء هذا الرجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر وهو الإمام في وقته، وكذلك من يأتي بعده من الولاة فإنهم يقومون مقام في هذا الأمر، يناط الجهاد بهم. الأمر الثاني أنه لا بد من إذن الوالدين،
لا بد من إذن الوالدين، لأن حق الوالدين بعد حق الله، والجهاد إما سنة وإما فرض كفاية على حسب، وإما فرض عين على حسب الأحوال. وعلى كل حال لا بد من إذن الوالدين، لأن حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الصحيح، أن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر وأنه يستأذن فيه. والأمر الثاني أنه لا بد من طاعة الوالدين وإذن الوالدين. نعم. سائل آخر يقول: يا شيخ أحبك في الله، ما حكم من ذهب إلى الجهاد في العراق أو في فلسطين أو في غيرها وقتل، فهل هو شهيد؟ الله أعلم. الله هو أخطأ في هذا، ذهابه بدون ولي الإذن ولي الأمر أمر المسلمين، هو أخطأ في هذا، وعصى الله سبحانه وتعالى حيث عصى ولي الأمر، وربما يكون أيضا عصى والديه، يكون عاقا لوالديه، فكيف يكون شهيدا وهو عنده هذه المعاصي؟ ما أظنه يكون شهيدا والله أعلم، لأن عنده معصيتان عظيمتان، معصية الأولى معصية الوالدين، معصية الثانية معصية ولي الأمر، حيث لم يأمر ولي الأمر بالذهاب إلى هنا أو هنا. فهذا هو المسألة ليست منفلتة، المسألة لها ضوابط ولها ولاة أمور، ونحن رعية تحت راعي، يجب أن نسمع ونطيع ولا نخرج عن طاعة ولي أمرنا. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم الأناشيد والتماثيل الإسلامية، علما بأنها انتشرت في المدارس وفي المراكز الصيفية وفي المكتبات وفي التسجيلات؟ ليس في الإسلام ما يسمى بالأناشيد الإسلامية ولا التمثيليات الإسلامية، وإنما هذه أمور حدثت واستجلبت من غير المسلمين. فالإسلام ليس فيه أناشيد وليس فيه تمثيليات ولا مسرحيات ولا سينما ولا غير ذلك، وإنما فيه الخير، وفيه تعلم العلم النافع، وفيه العمل الصالح، وفيه الأخلاق الحسنة، وفيه طلب العلم. ليس فيه هذه ملهيات، هذه الغرض منها تسلية الحضور والناظرين والمستمعين إليها، ليس الغرض منها مصلحة للإسلام ولا للمسلمين، وإنما الغرض منها التسلية. نعم. ما قول فضيلتكم بمن يقول إن المنهج السلفي منهج عقيم، همه حفظ النصوص بعيدا عن الميدان بعيدا؟ هذا يطعن في مذهب السلف، يطعن في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا يقول: لا تتبعوا المهاجرين ولا تتبعوا الأنصار، لأنه منهج عقيم، نسأل الله العافية. نعم. نأمل توجيهكم نصيحة لظاهرة سيئة بين النساء في الزواجات والأفراح، وهي لبس العاري الذي لا يستر سوى الثديين والسواتين. على النساء وعلى ولاة أمورهن أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن النساء إذا أهملن صرن خطرا على الأم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. فالواجب على ولاة أمور النساء أن يتقوا الله في نسائهم، وأن يمنعوهن من المنكرات ومن عدم الاحتشام ومن اللباس غير الساتر. وعلى المسلمات أن يتقين الله في أنفسهن، ولا تنساق إحداهن وراء العوائد وتقليد فلان أو علان. عليها أن تتقي الله في نفسها، وأن تنصح لأخواتها، وأن يلتزمن بالستر والحجاب والحياء والعفة عند الخروج، وأن يعتزلن الرجال ولا يكن مختلطات بالرجال، يجتنبن كل ما فيه فتنة وكل ما فيه شر. نعم. سائل آخر يقول: ما هو ردكم على من يدعي أنه مظلوم، وذلك بحجة قلة الوظائف والتبرع بالأموال للدول الأخرى؟ يا أخي، ما هو طلب الرزق مقصور على الوظائف؟ طلب الرزق كثير، أبواب الرزق كثيرة،
فإذا لم يحصل لك وظيفة اطلب الرزق في غير الوظيفة، بالبيع بالشراء حتى بالحرفة والعمل عند التجار أو في المتاجر أو عند الشركات. كان الناس إلى عهد قريب يشتغلون ويحترفون، يشتغلون عند أصحاب الأعمال بالأجرة، فلماذا ما تقتصر على الوظيفة؟ إن حصلت ولا تتعطل الوظيفة، إن حصلت فبها ونعمت، إذا ما حصلت يطلب الرزق في غيرها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أحصيت الموظفين وغير الموظفين كم تجد نسبة الموظفين في المجتمع؟ ولو نظرت إلى الأثرياء وجدتهم ما هم موظفين، كبار الأثرياء ما هم موظفين. فالأمر ما هو قاصر على الوظيفة، طلب الرزق واسع ولله الحمد. نعم. سائل يقول: والدتي كبيرة في السن وتعيش معي في البيت، ويوجد لها دخل شهري من الضمان الاجتماعي، فأحفظ مالها عندي، وربما أخذت منه وأرده أحيانا وأحيانا لا أستطيع، فهل يحل لي ذلك؟ أنت وكيل عليها، إذا كان ما عندها فكر، إن كان عندها فكر فهي تحفظ مالها، أما إذا كان ما عندها فكر والكبيرة في السن ولا عندها فكر فأنت وصي عليها، فعليك أن تحفظ مالها ولا تأخذ منه شيئا لنفسك، عليك أن تحفظه لها وتنفق عليها منه، تنفق عليها منه ولا تأخذ شيئا لنفسك. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم ما يسمى بالتقشير الكريستالي، وهو عبارة عن جهاز آلي حديث يقوم بإزالة الطبقة الخارجية للجلد، وهو ما يفعله بعض النساء لغرض تبييض البشرة وينفقن عليها الأموال الطائلة؟